كي تسلف حد فلوس يرجع لك؟ شكو تسلف ما عادش تشوفه ما عادش يبيع ميت هذيك وحرق. وبعد كان قابلته شو يقول؟ يقول كان صرفتهم ولا امي ماتت خذيت بها مدوية ولا اي موضوع يحكي هو. ليه؟ مستحيل والله مستحيل. عبد رجال فلوس مستحيل رجال. ليه تقعد تجري عليهم فلوس ومازال ساعة شكون يسلف؟ شكون راه حد ما عاد يسلف؟ حتى برشا عباد ملكوعة والله والله فما برشا عباد ملكوعة على الاخر امور فلوس يسلف ويقعد يجري. اصلا عبارة تولي من بعد كيما نقولوا دارك دخلت كاري ولا لك مليك تجري عليه يا معلم حقي. شو فلوس؟ هي فلوس هي دبس. كنت نمشي ليبيا بنيتي قبل تبدا الدار معبي عليا ما جات الثورة ما عادش نشوف حتى حد. تلقاها المرأة تبدا تشوفني في الشباك متعدية. هذا وقتي كنت في ليبيا تهبط تجري اعطيني 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 توا شوفني تتعدى انا ناقصه نظر ما راش من بعيد دور وجهها حتى ليبيا ما عادش. امي امي يا امي اقرب الناس ليا بنتي تجيني وتطيب وتعمل وكل شيء. توا كي مشات ليبيا ما عادش تجيني ما عادش فلوس في الحكايه ما عادش ثما فلوس. انا ساعه ما نسلفش باش يرجعوا لي انا نسلف ورجع لهم. انت ترجع في الوقت؟ راجع مش في الوقت مثلا يصبر عليا مثلا نصرف ما عنده 5000 يصبر عليا نهار غدوه الصباح نخلص 5000 تعليه لهذيك. فهمت باش نحكي لك؟ تتسلف مبلغ شويه معناها 5000 تعليله غدوه الصباح نرجعهم له فلوس الراجل. تعليله ايش معناها؟ مصروف تعليله تاع نقولوا احنا موضوع كي فهمت باش نحكي لك؟ ايه وترجعهم الغدوه؟ ورجعهم له غدوه. صعيب ياسر. علاش؟ الناس ما عندهاش فلوس. الناس ما عادش عندها كلمه يوعدك وما يعطيك شيء خير ويخالف خاطر علاش ما عندهمش فلوس. ما عندهمش فلوس ولا ما عندهمش كلمه؟ منا ومنا شويه من الكلمه وشويه ظروف. ساعات انت والعبد. احنا راهو توا في تونس مانيش عايشين لاباس وهذاك علاش؟ مانيش ما عندناش الكونفور باش نرجعوا كل شيء في الوقت. في بلايص اخرى مثلا الناس الكل عايشه لاباس عليها دونك ما عادش يقلق انك انت ترجع فلوس. اما مالوغوزمون في تونس كل مشكله تربط اختها دونك تلقى عبد مخسور الكل. هذاك علاش فما عباد ما تتلزم ما ترجعش. انت كي تسلف فلوس ترجع في الوقت؟ الحق نتاع ربي بعمري ما رجعت فلوس. عمرك ما تسلفت ولا عمرك ما رجعت فلوس؟ ما رجع معناتها ديما تقدم والله كاوس تقدم تقدم. انت انا بعمري ما رجعت ما ترجعش فلوس ما رجع كيف باش نرجع حمل وانت كيف تسلفتهم باش نرجع ما عادش يرجعوا ساي مشوا على رويا ساي تصرفت الفلوس ومشت هيك و... تقدم واحد يسلفك فلوس مثلا باش تحل مشكله تتحل مشكلتك ترجع فلوس الناس ومنين باش نرجع حمل منين جاك كي انا كنت سلفت مع عنده وكيف باش نرجع تخدم وترجع نخدم ومش نخدم وين نجمع الزيتون منين مش ناخد راني يعني راك تشوفي 5000 تصرفت وكاو. انت تحب تقول معناها ما ترجعش فلوس خاطر ما عندكش ما رجعش حد كان عادي ما رجع هو عنده وانا ما عنديش حتى كان عادي ما رجعلوش مشي فيها صحيح. الناس اللي باش تتفرج فيك ما عادش باش يسلفوك بدي مش لازم هم ما عادش يسلفولي حلبولي صحيح حلبولي بريكيات خاصة وسلعة تاني بريكية تقدم حتى بريكية ما عادش ترجع خاصة البريكية حلبولي بالبريكية يعني كامشي. وانت علاش ما ترجعش؟ ما رجعش هي ما رجعش العباد الكل هكاك شكون مازال يراجع؟ يسمى فلوس حرام. فلوس حرام هذاك فلوس حرام مش حرام هو مدهم لي هو مدهم لي مش انا سرقتهم مدهم لي فيه مدهم لك على اساس باش ترجع له. ياي ما عادش باش نرجع له انا هو كما فلوسه حتى انا فلوسي سي كما دهم لي سي علاش مد لي فيها ما يستيا ها وقال معناها يحل لك مشكلتك ويعمل معك الباهي وكل بعد تقول فلوسي اي فلوسي كي يقول لي فلوسي نقول له ما هو سي فول فلوس تصرف ومشوا على ارواح تو كي تويتي نرجع حامل يلتا ولا ويتا انت كي تسلف؟ اي نعم لا نتسلف ايام ما نسلفش كي تتسلف ترجع في الوقت
مش الوقت مش الوقت، أما الرجاء كي نخدم الرجاء يعني. قداش؟ بعد شهر شهرين. كي تعطي موعد تعطيه بصحيح ولا ديما عندك شهرين زايدين؟ لا نعطيه بصحيح حق نتاع ربي. كان تقولوا شهر رجع لك شهر جاي ترجع شهر جاي. اه ياكيك. شهر اللي بعده شهر اللي بعده. هو عمل عليا مزيه وسلفني لزمني. ترجع له المبلغ كامل ولا بالتقسيط؟ كان مبلغ كبير بالتقسيط، كان معناه عادي رجع له قدو. حتى كي نتسلف نقول غدوه غدوه يلزم في الموعد. بونكتويل. بونكتويل في الموعد. الناس باش تتفرج بالك شي، فما شكون سلفوك وما رجعت لهمش. اذا واحد سلفني هاني توا مباشر يجي ياخذ فلوسه. اتصل بإدارة البرنامج. اتصل بإدارة البرنامج ياخذ فلوسه. خلصهم لهنا في شارع حبيب بورقيبة. خلصهم لهنا في شارع حبيب بورقيبة. اكيد راس، انا ما نسلفش الحمد لله. استنيني ساعة المدام من هنا قالت مش صحيح. قول لي شنو الغلط؟ أكثر واحدة شاهدة عليها هي أمه. شاهدة عليه كيفاش؟ أمه ديما يتسلف من عندها وما يرجعها لهاش. شاهدة شاهد من أهلهم يا مسيو. أنا أمي ما بيناتناش. خليني ساعة نكملوا أقوال المدى. سلفني نسلفه وما يرجع ليش. السيد البحذينة صاحب سوابق مع أمه ومع زوجته. أي هكاك أي. والمبلغ اللي قدمكم فيه برشا ولا شوي؟ لا لا مش برشا مش برشا مش برشا مش هكاك تفاتف نتاع عادية. اسمعني أمي نستعرف أما مرتي لا مش صحيح. أنا نسلفها تقلبني أما أنا ما نسلفش معناتها مستحيل. عندي توا مانيش في مخي اما جاتني على غفله الحكايه. من كرهو. اي اي كاو باش ينكر ماني باش نقول الحقيقه. قولش الحقيقه. قولي تتكرر العمليات هذه ديما هذه. ديما 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 تتكرر. الحق اونيتمون معناها انا سافا معناها ما تسلفتش. جوجيغ معناها كيفاش نصرف وكيفاش نتصرف والكل. يعني فينالمون فماش فلوس ما ترجعش. اما فما عباد راهي ماهيش بالحق ماهيش غلطتهم. خاطر هذيك هي معناها توا فما خدم يخلصوا اقل من نورمال على الاخر معناها ما يقاش حتى باش ياكل ولا باش يوكل عائلته ما ينجمش ما عندوش حتى موش يطلب في اللوكس معناها ساعات يتسلف حتى جوست باش يلقى ما ياكل ولا باش يخلص كري معناها معظم العباد تسلف ماهيش تطلب في اللوكس وكهو بون هذيك تتلزم معناها هذاك هو كي ما عندهاش فلوس ما عندهاش فلوس تولي ما ترجعش يعني كان جينا احنا في تونس في حاله احسن من هكا راهي الناس الكل ترجع حتى العباد الكل باهره يعني انت للناس اللي ما ترجعش الفلوس لقيت لهم عذر ظروفهم هي اللي تحكم فيهم ما تخليهمش يرجعوا الفلوس معظم العباد اي 99% من العباد اي 1% الاخرين يخموا في روحهم اكثر شويه من العباد هكا كي تسلف فلوس يرجعوا لك؟ انا ننسى كي تسلف فلوس ننسى ولا ننسى ولا ننسى لشكون؟ برسم الناس تسلف فلوس وتنسى لشكون سلفت واحد ينسى الفلوس في تونس يا مسيو خاطر انا ما نسلفش في العاده للي يجي اوتوماتيكمون صاحبك عزيزك كذا ما نستناش باش انا نطلب منه فلوس يرجعهم اوتوماتيكمون معنا نبدا متهني عليهم معنا انت تسلف ناس معينين تعرفهم يرجعوا لك باه هذوما الناس تتعامل معاهم ناس تعرفهم ويعرفوك فما ثقة بيناتكم في حال انه رجع لك في الوقت اللي فهمتوا عليه ليه مستحيل تقعد تستنى بالتقساط تعطيه مليون هان يعطيك شهر هذا 20 يقولك استناني شوي جي الشهر اللي بعده يعطيني حوايج تي والله مخسور تي والله هاي مرتي تي ما نحكي لكش هاي امي مرضت تي كل مره يطلع لك موضوع المهم يحاول باش يفصلك وهو لو تبدا عنده فلوس راه تحته فلوس وجيبو كان جاوا بها على الاخر برشا يقول لك اللي التونسي مثلا كي تسلفوا فلوس عاش يهز عليك التليفون اي يسكروا الجمله يبدل البوس جمله والله البوس ما عادش تبقى هي فما انت يا هو هذيك هي تبيعته هكا هو يا كيف ما قلت لك يتلزم يحشم معناها بون فما بيد يا ليت يسكر عليك التليفون برك ما عادش تشوف خليقته ويولي يزيد اكثر من الاكثر يولي يتمادى اكثر واكثر كي تلقاه في الشارع نلقاه في الشارع ونوقف نقول له رجع لي فلوس ما يبدلش النهج ها نخلط عليا والله نخلط عليا برشا عباد سلفهم ما عادش تلقاه غيبهم هو يروح من الليل لليل انت ياك ضحكت تو والله ربي تسلفوا مثلا فلوس تولي يروح من الليل لليل ما عادش يبلك جمل حتى باش تغزل له مثلا الصبيح كي مع نص نهار تلقاه كل يوم في العمر عشان تلقاه. انت قلت لي انا نتسلف وما نتسلفش. علاش؟ خاطر على خاطرني انا كنت نخدم
فهمت نسلف فما تو معناها بطاله نتسلف وما نسلفش كي نرجع نخدم تو نسلف ما يسالش. فما علاقات توصل تفسد على خاطر الفلوس؟ اذا حب واحد يفسد صديق يسلف الفلوس، تحب صديق تفسد سلفه، واللي تسلفه 5000 ما عاد تشوف وجهه. صارت معاك؟ ياسر خسرت برشا معناها. باش نشوفهم ولا سبب السلفه نتاعي فقدت برشا اصحابي. تو ما عادش نسلف. باش تستحضر على اللي تبقى؟ اذا كان عندي. الصحبه. الصحبه تدخل فيها فلوس ما عادش. ريت تبدا صحبه المره الاولى علاقات واخوات والدنيا وجوهم به ويصرفوا على بعضهم ويبدا جوهم به. تدخل فيها الفلوس في السلف الصحبه زوج اخوات يخسروا بعض. خسرت شكون انت؟ ليه ما خسرتش شكون الحمد لله يا ربي كل واحد. ما سلفت حد؟ ليه سلفت شكون؟ تي بريس كان التو نجري وراه. قداش سلفته؟ تي كومي ملا علينا. قداش؟ ان شاء الله يفهم روحه هكا. مليون؟ ليه اش خاصك جا انت مليون ما قعدش في تونس؟ هذه بلاد تقتل الطموح والاحلام هذي بلاد فاشله اصلا. قداش سلفته؟ ما حشنيش ما قداش سلفته، المهم سلفته هكا. ما رجعلكش؟ ليه كومي عنده ظروف وديجا في بالي بيه جاوب بيه.